أولاً، اتفق المشاركون على وجوب تقوية ومساندة كل المؤسسات الإفريقية التي تم وضعها من قبل الدول الإفريقية، وجوب احترام القرارات التي تصدر عن هذه الهيئات والمؤسسات الإفريقية من قبل الدول الإفريقية، العمل على تقوية القيادة الإفريقية وكذلك وزن المؤسسات الإفريقية لدى المنظمات العالمية وبصفة خاصة منظمة الأمم المتحدة، العمل سويا على محاربة الخطر الإرهابي الذي تعدت حدوده إلى مناطق إفريقية واسعة لم تكن تعرف هذا الخطر من قبل، وجوب الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال محاربة الإرهاب، وسردوا في هذا الإطار التجربة الجزائرية والمصرية، وجوب التنديد بالأطراف والدول التي تمول وتساند المجموعات الإرهابية، والعمل على تجفيف مصادر تموين المجموعات الإرهابية، المطالبة بتقوية عمل مجموعة 3+1 أي المجموعة الدول الإفريقية التي تمثل إفريقيا على مستوى مجلس الأمن.